هذول الناس ترشحوا لرئاسة الجمهورية مش قادرين يتخلوا على جنسية مش قادرين يتخلوا على جنسية بل يأخذوا في مرتبات من دولة روسية يدفعوا فيها ضرائب لبلدانهم ولجنسياتهم. عنا ناس وزراء يعملوا جنسية راهو يمشي صيفوا في إسرائيل ويرجعوا بالباسبورات بتاعهم. تحكي على رينيه ترابلس؟ انت نحكي على علي والله لا هو حتى كيمشي هكا بلاده هذيك بلاد اسرائيل بلاد تونس بلاد لا لا ما لحظه شوي لحظه هو يقول انا تونسي وبلادي تونس وتقول له لا بلادك اسرائيل ما تبداش تزايد عليا ما نزيدش عليك ما نزيدش عليك ما نجرأش اني نزيد عليك ولكن بلاد بلاده ويعتقد هو بلاده وحامل جنسيتها ويمشي لها ويزورها مش نكذب عليه وربما عنده هو واجب من واجبات واجب ديني وقومي عنده ما تبداش تحكي لي المزايدات ها وكذا نعرفه تونسي نحكي لك على كلامه يا اخي انت باش تقول لي انه هو تونسي هو تونسي هو وفرنساوي واسرائيلي ولي ملا وهالوما جره هي شو يعني شو المشكله رينا ترابلسي ما جاش قلت لكم السياحه هذه باش يبيعها لكم هاو باعها لكم كيفاش باعها نكذب عليه انا كيفاش نضرب في الرمل انا ماني نعرف كيفاش باعها باعها عندكم ديون اليوم الدوله التونسيه باش تدفع الديون للفنادق التونسيه لانه الشركه هذا التور اوبراتور اللي يخدموا معاه فلس او اعلن فلسه او تفاهموا المافيات واعلنوا فلسه يضر برشا دول مش كان تونس ما ضر برشا دول ولا مش دول ما نعرفش ما نعرفش هي الدول اللي ربحت شو الدول اللي فلسه ما نعرفش المهم نعرف انه في تونس ما دخلتناش فلوس وثم فنادق تعيط وتبكي وثم دوله عليها ان تعوض وثم استحقاقات لازم ان توضح وتتضح وثم رئيس وزراء يجب أن يقول الصراحة ما يجيش يقول لي يوسف الشاهد أنه يجي يقول لي عندي 7 مليون سائح شو نعمل بيهم أنا 7 مليون سائح قل لي قداش دخلت فلوس خليك أنت أعرف قداش دخل واحد بس قل لي قداش دخلت فلوس البنك المركزي يقول لك 4 مرات يعاودها يقول 7 مليون سائح الموسم السياحي اللي بس عليه والفلوس هي برا والفلوس ما دخلتش والفنادق تشكو هذا رئيس حكومة مسؤول ما هو مسؤول بصراحة ما مسؤول وزير سياحة كيف هو يا أخي وزير سياحة ما وزير عند رئيس الحكومة يعني عندي أنت من الأول كان عندك تحفظ على روني ترابلسي وعلى تعيينه من الأول فاهم ومن الأول أن السياحة التونسية ستباع وما زلت ستكتشفون الأنتن والأشنع ستكتشفونه قريبا رقم وزارة السياحة راهي أجونس دي فوياج استناني شوي خلينا نحكي هذه بلاد بلادي قبل أي واحد إيه وسع بالك بل لا لا وسع بالي عليك أنت احكي لي تحب استنى شوي هذه البلاد بلادي أنا إذا عندي أجونس دي فوياج في فرنسا معناتها نفهم السياحة في تونس بيتري تبيع في تجيب في 1000 سائح من إسرائيل معناتها نفهم السياحة أنا اليوم أتحدى راشد الغنوشي وتحدى الشاهد كان ينجموا يمسوا رينيه ترابلسي او يقيلوه يعمل عليه حطوه اسمعني ما حطوه وحلو ما هو هذا هو الفهم علاش كنا نحكوا راهي النخبه ما تفهمش السياسه الدوليه وما يفهموش السياسه وحلو اليوم رينيه ترابلسي اقوى من الشاهد واقوى من الغنوشي واقوى من اي واحد واي واحد يمسه تتدخل اسرائيل تتدخل امريكا وتتدخل فرنسا اي واحد يمسه اي واحد يتهمه بالفساد ضد التطبيع ضد التطبيع هي مطبعه تونس ثم واحد يمشي لإسرائيل يحاكمه ولا يقولوا وين كنت هم يمشوا بجنسيات كندية بجنسيات فرنسوية بجنسيات تونسية يمشوا هم جايبين وزيرته الوزير هذايا تونسي مواطن تونسي تونسي ولا مش تونسي ما يهمنيش فرنساوي نحب نوريك انه فرنساوي هاو عندي جنسيته هنا فرنساوي وما يهمنيش فيه هنا روني ترابلسي عنده جنسية أخرى بخلاف الجنسية يا عنده جنسيتين أخرين خليني ساكت اللي هم عنده جنسية إسرائيلية وعنده جنسية فرنسوية لكن انفى هذا في تصريح إعلامي هو ينفي أنا عمري ما سمعته قال أنا تونسي هو يقول أنا أحب تونس تحب تونس شنو حتى أنا نحب ماليزيا ونحب سويسرا ونحب الدنمارك ونحب كذا هذه اسمة ثم فرق بين نحب لك شيء ولا أنا ذلك صافي سعيد عنده أدلة على هذا الكلام نعم عنده عندي أدلة عندي أدلة وتحدى من يقول وهاه ورقه عندي هو وغيره مش هو الوحيد اللي عنده جنسية حكومة شاهد فيها شيء 7 عندهم جنسية أجنبية حكومة شاهد الحالية 7 وزراء عندهم نعم جنسية مزدوجة نعم الناس الذين يحملون الجنسيات الأجنبية تحت رعاية القنصليات ويسمون أنفسهم بأنهم مواطنين وتونسيين وهم كذابين وكل واحد يقول لك أنا تونسي صباح المساء هو كذاب أعرفهم جيدا واحدا هؤلاء السياسيين
المهارة في الكذب والاعتيال كلهم. الصريح والشجاع يتخلى عن الجنسية، واليوم التخلي متاعه لا يقبل، لازم يتخلى قبل عام وقبل عامين. وكل واحد يترسح بجنسية أجنبية هو رجل سفيه، وأعيدها سفيه سفيه ثلاث مرات إذا يحترم بلده أو شعبه. تمتع بجنسيتك برا، أنت ما عندك جنسية برا، اشتغل سياسة في فرنسا، في هنود كثير وصلوا وصلوا الكونغرس الأمريكي، وصلوا البرلمان البريطاني بفضل جنسيته. روح اشتغلوا في النمسا، عملوا لنا لوبيات، اشتغلوا في ألمانيا، اشتغلوا في فرنسا، عملوا لوبيات، عملوا توانسة، صاروا في البرلمان الفرنسي كما يوصلوا لأفريقيا. هم كذبين، ياخذوا جنسيات للاحتيال المالي وكذا، يرجعوا يصيروا بها سادة هنا. كل واحد يقول لك أنا كنت ناخذ 30,000 دولار، خذ 30,000 دولار، شو جاي تعمل هنا؟ احنا نحكي انت مبعوث في مهمة، وكلهم جواسيس، كل واحد سياسي رئيس او رئيس حكومة او رئيس برلمان او وزير او كذا يحمل جنسية أجنبية يجب ان يتخلى عن هذه الجنسية وقبل ان يتولى المنصب، ويقسم الولاء من جديد. هذا اللي قلته، خذ جنسية، خذ حتى جنسية قمرية، ما يهمنيش، مش هذه مشكلتي. العالم كله ماشي نحو التدامج والتداخل. اليوم في العائلة الواحدة توجد 3 جنسيات 4 جنسيات، أصبحت العائلة كوسموبوليت. أنا أؤمن بذلك وأعرف ذلك، لكن لا، احنا بلد عالم ثالث نبحث عن مستقبلنا، منهوبين تاريخيا، منهوبين معقدين من الخارج، مستنزفين من الخارج. علينا نحمي ثرواتنا، نحمي بلادنا، سيادتنا، يجب أن ننتبه للأفخاخ. أنا شخصيا عشت 21 عام برا، ما خذيت ولا جنسية. أنا مرتي أجنبية، مرتي رديتها تونسية، فهمت؟ أولادي إذا يكشفوا حتى أولادي ومولودين برا ما عندهم ولا جنسية. أنا لأن خيار جنسية، خيار الجنسية خيار، بمعنى أنك أنت تأخذها أولا بعد فترة مش بيعطوها لك حد ما توصل، وتختار أنت اخترت ولائك لهذا الوطن، وأقسمت الولاء، وربما خدمت حتى الخدمة العسكرية عنده، وبعدين جيت تحكم في بلد ثاني. عين أنا عندي 9 سنوات أتحدث عن هذا الموضوع منذ أن أقر هذا الدستور، وقيل أنه يمكن أن يترشح صاحب الجنسية الأجنبية، وخذت معارك ونلت من السباب والشتاب الكثير ومن التهديدات والتهديدات البدنية، فهمت؟ بسبب هذا الموضوع. أي واحد يحمل جنسية أجنبية، وأي واحد يتشل عليه، وأي واحد من غير كفة، وأي واحد سأطردهم البرلمان. كان يوم لتصويت الحكومة، أوكي؟ وهذا قلته للجملي وقلته للغنوشي. مش تطرد من البرلمان؟ نعم، قلت لهم حذاري أن تعينون ناس عندهم جنسيات أجنبية. مش تصوت ضده؟ ليس لك أن تطرد. سأنادي على البرلمانيين، كل واحد عنده بذرة وطنية، أن يقولوا له تفضل أخرج مكانك ليس هنا. أعطاكم الدستور آلية، الآلية اللي أعطاه لك الدستور الوحيدة أنك تصوت ضده. أنت افهم كما تحب، افهم كما تحب أنت، من فضلك. باش تمشي. لا لا، من فضلك أيضا. شو لأن الإمكانية أعطاها لك الدستور وأعطاها لك كذا، كلكم صرتوا مختصين في الدستور. الإمكانية اللي أعطاها لي العميل يطرد من البرلمان.